إن فعاليات الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتي تأتي بالتزامن مع شهر العالمي للتوعية بهذا المرض، نفذت قيادة شرطة المحافظة بالتعاون مع مديرية الثقافة بالحسكة نشاطاً توعوياً منوعاً بحضور عدد من النساء. نود أن نعلن بأنه يوجد حالياً في محافظة الحسكة بهذا الشهر مركزين بمشفى اللؤلؤة ومركز تنظيم الأسرة. أي امرأة تشك فوق سن 40 بوجود كتلة في الثدي تراجع أحد هذين المركزين ليتم تحويلها إلى مركز تصوير الماموغرافي ودراستها بشكل علمي والصور مجانية. دور مديرية الثقافة بالحسكة دائما مثل وزارة الثقافة أيضا هي تقوم في الجانب التوعوي بالدرجة الأولى، بيان أهمية تلك الأمراض الخبيثة وبيان أسلوب وطريقة معالجتها عن طريق أناس مختصين في هذا المجال كما قدمته الدكتورة اليوم. ضمن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي أثرنا أن نقيم هذه المحاضرة وللحديث عن السرطان بشكل عام والتركيز على الكشف المبكر وآليات التشخيص المبكر لسرطان الثدي لما له من أهمية كبيرة حقيقة في العلاج والشفاء التام الذي قد يصل أحيانا كما أتينا على ذكر إلى 97% من الحالات. وتضمن النشاط عرض شرح تعريفي بمرض سرطان الثدي وكيفية الوقاية منه وطرق الكشف المبكر عنه وندوة طبية لعدد من الأطباء. احنا استفدنا كثيرا من هذه المحاضرة، عرفنا ما يجب علينا وما يجب أن نتعامل مع أنفسنا وأيضا نتعاون مع أبنائنا، فنحن بحاجة لهذه المحاضرات بشكل مستمر يعني ودوري. استفدنا من المحاضرة هي الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وهو الكشف ضروري ولازم من البداية لحق المرض، ونحن دائما رح نكون أقوى من المرض وأتمنى شفاء للجميع. استفدنا أنه يجب على كل امرأة وكل ست ومن عمر 20 إلى 39 سنة مثل ما قالت الدكتورة، يجب على كل إنسان وكل امرأة تذهب إلى الطبيب فحص سريري لتطمئن على صحتها. المحاضرة قيمة يعني وتوعية، نحن بحاجة إلها، كل أنثى بحاجة إلها، وكانت المعلومات فيها قيمة جدا، ونتمنى أنه الشيء اللي سمعناه أنه يتنفذ والوقاية خير من قنطار علاج. تهدف الحملة الوطنية ضد مرض سرطان الثدي إلى جعل سوريا خالية من هذا المرض ونشر الوعي للوقاية منه من خلال الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتقديم كافة الخدمات الطبية والفحوصات المجانية في جميع المراكز الطبية الحكومية.